نسد هاته المرمين ونوثق بالتوقيع. نأتي إلى مراسم التوقيع على إعلان الجزائر لمؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الفلسطينية، وأدعو فضلاً إلى طاولة التوقيع عن منظمة التحرير الفلسطينية فتح السيد عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة. عن حركة المقاومة الإسلامية حماس، أدعو الدكتور إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة. عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، أدعو أمينها العام السيد طلال ناجي. عن جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أدعو أمينها العام السيد أحمد مجدلاني. أدعو رئيس حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية السيد مصطفى البرغوثي.
عن حزب الشعب الفلسطيني، يوقع السيد بسام الصالحي الأمين العام للحزب. عن منظمة طلائع حرب التحرير الشعبية قوات الصاعقة، أدعو السيد محمد بن درويش قيس الأمين العام للمنظمة. عن الجبهة العربية الفلسطينية، يوقع السيد سليم علي البرديني الأمين العام للجبهة. عن جبهة التحرير الفلسطينية، أدعو السيد ناظم اليوسف نائب الأمين العام للجبهة ليوقع بالنيابة عن الأمين العام للجبهة السيد واصل عطاء أحمد أبو يوسف. عن حزب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا، أدعو الأمين العام للحزب السيد صالح رأفت سعيد صالح.
عن جبهة التحرير العربية أدعو نائب الأمين العام للجبهة السيد فيصل نيكولا عرنكي. عن حركة الجهاد الإسلامي أدعو عضو المكتب السياسي ورئيس الدائرة السياسية للحركة السيد محمد سعيد محمد يوسف الهندي. عن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أدعو عضو المكتب السياسي للجبهة وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية السيد فريد بطرس مارون سروع. عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أدعو عضو المكتب السياسي للجبهة السيد عمر أسعد مراد.
يتأهب الموقعون عن إعلان الجزائر المنبثق عن مؤتمر لم الشملي من أجل تحقيق الوحدة الفلسطينية الملتئم بالجزائر أيام 11 إلى 13 من أكتوبر 2022 الموافق لشهر ربيع الأنوار للعام الهجري 1444 لأخذ صورة تذكارية مع السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية